معدودات انتهت، وانتهى معها شهر الصيام، وهل هلال عيد الفطر المبارك. وها هي جزيرة سقطرى تستقبل عيد الفطر المبارك بطقوسها الخاصة، حيث تتميز الجزيرة ببعض العادات والتقاليد المتوارثة منذ زمن، وتطغى على طقوسها العيدية البساطة والترابط الاجتماعي. في صباح يوم العيد يتوجه الرجال والنساء ويصطحبون أطفالهم إلى مكان يطلق عليه بالسقطرية الجبانة، وهو عبارة عن مصلى العيد تقام فيه صلاة عيد الفطر المبارك، وتحل معها الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال. وعقب صلاة العيد في الجبانة يتصافح المصلون ويتبادلون تهاني العيد بين بعضهم البعض، ثم يتجهون نحو أهاليهم وأقاربهم للمعايدة. تحية العيد في جزيرة سقطرى تجري بالمصافحة وملامسة الأنف بالأنف، ويتبادلون بعدها تهاني العيد. يقول الزائر عيدكم مبارك، يرد الحاضرون الله يعودنا سالمين، كما يقول الزائر أيضا من العايدين، وهي دعوة يقصد بها الدعاء أن يعمركم الله ويمن عليكم بالصحة والعافية حتى نلتقي في العيد الآخر. أما النساء فيتجهن عقب الصلاة إلى بيوتهن لتحضير وجبة الفطور، وبعدها وجبة الغداء. ومن الأكلات القديمة الخاصة بالعيد مائدة الدخن السقطري، يضاف إليه السمن أو اللبن مع شيء من اللحم. وبعد أذان الظهر يتحضر الجميع من نساء ورجال وأطفال للذهاب إلى البيت الذي سيتم فيه تناول وجبة الغداء مع اصطحاب كل أسرة للطعام الذي أعدته. وتقام وجبة غداء العيد في بيت من بيوت الحارة التي يوجد بها رجل مسن أو امرأة مسنة يحترمها الناس، وتستقبل في المنزل جميع الجيران في لوحة تظهر ترابط وتعاضد أهالي جزيرة سقطرى.